الحمد لله العليم الحكيم اللطيف الخبير، وصف من شاء من عباده لكفر دينهم وألسنتهم عن إخوانهم، فوافوا يوم القيامة بكامل حسناتهم، ولم يحملوا أوزار غيرهم، والمسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده. نحمده على ما هدانا إليه بدينه القويم وإضاءة الصراط المستقيم وبيان طرق الضلال والنعيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب الاختلاف والاضطراب على البشرية، وأمر المؤمنين بالاجتماع على كلمة شرعية، فإن قالوا بها سلفوا وإن صدقوا عنه سلفوا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أقام الحجة وأوضح المحجة، وتركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وعظموه حق التعظيم بتعظيم ذاته وأسمائه وصفاته والتفكر في ملكوته وخلقه وآياته وتعظيم شعائره وحرماته وتنفيذ أمره ونهيه والوقف عند حدوده وكسر هوى النفوس بشريعته. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أيها الناس، الصراع في الأرض قدر كوني وسنة ربانية كتبها الله تعالى على البشر، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وهو صراع دائم بين أهل الحق وأهل الباطل، وصراع بين أهل الباطل وأهل الباطل، وصراع بين أهل حق وأهل حق، ولكنه صراع باطل، لأنه الفتنة العمياء والنار التي تحبس الأرواح وتطير النفوس، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. ومن يقتلون في الفتن بين أهل الحق يؤازرون أو يزيدون على من يقتلون في ساحات الجهاد. ولربما كان دماء الفتن أكثر غزارة من دماء الجهاد. وإذا كان لزاما على المرء أن ينظر مبدأ قدره أين يكون، ولسانه لمن يتكلم ويدعو، وقلبه لمن يعقد المحبة والولاء، وعلى من يرسل الكوه والعداء، فإن الفتن تسوق الناس إليها، وتعقد الألسن وتنطق لها، وتقلب القلوب فتحب وتكره وتعادي لغير الله تعالى. ويا خسارة من سبك ثمن أو سبك ذنبه في مثل هذه الأجواء المسممة بالفتن. إنها الفتن التي سأل عنها الفاروق رضي الله عنه وقال: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموت مولى البحر؟ فأجابه عنها حذيفة رضي الله عنه. وهذه الفتن تنشأ عن التأويل، وما قتل من قتل في قتال بين المسلمين إلا بالتأويل، وما ضل من ضل إلا بالتأويل. حين يتوب المسلم اليقين ويتجه للشبهة فتصرفه بالتأويل عن الحق إلى أن يزيغ. وفي آثار التأويل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام طويل نفيس: وإنما أُلِقَتْ دماء المسلمين يوم الجبل والصفين والحرات وفتنة ابن الزبير، وهو ثم جرى بالتأويل. فمن جحد الإسلام بمحنة قصد إلا وسببها التأويل، فإن محنته إما من المتأولين، وإما أن يسلط عليهم الكفار بسبب ما ارتكبوا من التأويل. وقاله ظاهر التنزيل وتعللوا بالأباطيل
فما الذي أراد دماء بني جريمة وقد أسلموا غير التأويل حتى رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وتبرأ إلى الله من فعل المتهور بقتلهم وأخذ أموالهم؟ وما الذي سفك دم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ظلما وعدوانا وأوقع الأمة فيما أوقعها فيه حتى الآن غير تأويل؟ وما الذي سفك دم علي رضي الله عنه وابن الحسين وأهل بيته رضي الله تعالى عنهم غير تأويل؟ وما الذي أراق دم عمار بن ياسر وأصحابه غير تأويل؟ وما الذي أراق دم ابن الزبير وحيص بن عدي وسعيد بن جبير وغيره من سادات الأمة غير تأويل؟ وما الذي أريقت عليه دماء العرب في فتنة أبي مسلم غير التأويل؟ وما الذي قتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي وخلد خلقا من العلماء في السجون حتى ماتوا غير التأويل؟ وما الذي سلط سيوف التتار على دار الإسلام حتى ردوا لها غير التأويل؟ انتهى كلامه. وفتن الدماء هي أعظم الفتن بين المسلمين لعظمها من الدماء والسهولة استباحتها بالتأويل ولعيب العقلاء عن كفر المتقاتلين. وبهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، وهذا شأن الفتن كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله تعالى. انتهى كلامه. إن أمر الدماء عظيم، واستحلال دم مسلم واحد هو كاستحلال دماء المسلمين جميعا. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فدلت الأحاديث على أن قتل مسلم بغير حق من الكبائر، بل من أكثرها ومن السبع الموبقات، كما دلت على أن قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. ولو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم المؤمنين لأكفهم الله في النار. ويأتي الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب هذا قتلني. فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني. فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. فيقول: إنها ليست لفلان. فيبوء بإثمه. وإن المؤمن لن يزال في فسحة من دينه أو ذنبه، لن يزال في فسحة من دينه أو ذنبه ما لم يصب دما حراما. والفتن تشغل العبد عن العبادة، فإذا تالت الدماء تضاع الفتن فقد تصرف عن العبادة كليا، فتقتل القلوب وتتوحش النفوس وتسول الرحمة ويتسلط الشيطان ويكون البشر وحوشا في قوى أذاته، لا يحرمون ثمن ولا عرضا ولا مالا، ولا يحرمون امرأة ولا مسنا ولا طفلا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: في الفتنة لا ترون القتل شيئا. ولذا كان التوجيه النبوي هو البعد عن الفتن والتحرمون منها بكثرة العبادة، حتى كانت كثرة العبادة في الهرج كالهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى قد أمر بالفرار إليه، والفرار إليه إنما يكون لعبادته، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ودماء الفتن عصيان ظاهر وخسران باهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. رواه الشيخان. وفتن الدماء ظلم، والظلم سبب للهزيمة والفشل وظهور الأعداء على المسلمين، لأن المسلمين إذا ضرب بعضهم رقاب بعض كان فيهم ظالم ومظلوم. والله تعالى لا يرضى الظلم، ويؤيد بالعدل دولة الكفر، ويدين لها على المسلمين إذا استحلوا دماء بعضهم بعضا. ولأن يبقى العفو بمجانبة سبيل فيه خير عظيم، فيه خير عظيم استقاء لفتنة مضمونة، خير من أن يرتكز في فتنة
تتلطخ فيها يداه بدماء إخوانه المسلمين، لأن الخطأ في العفو أهون من الخطأ في العقوبة، وترك من يستحق القتل أخف ثمن، وترك من يستحق القتل أخف إثما للقتل من لا يستحق القتل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جذب الفتن، إن السعيد لمن جذب الفتن، إن السعيد لمن جذب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. رواه أبو داود. نسأل الله تعالى أن يذهبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يطبق على قلوبنا بالإيمان التقوى، وأن يجعل ولاءنا له ولدينه ولعباده المؤمنين إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم مما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أيها المسلمون، يجب أن يشاع في الناس حب الفتن وكيفية تجنبها والاختيار فيها والخروج من مظالمها بأقل الخسارة، ويجب أن يربى شباب المسلمين على تعظيم دماء المسلمين وشدة التوقي فيها، لأن ضعف الفكر في ذلك وقلة الورع والتوقي تؤدي إلى كوارث لا تحنس عقباها. والأعداء المتربصون بالأمة من اليهود والنصارى والباطنيين إنما نالوا من الأمة بالتحريك بين أبنائها واختراق صفوفها وتزكير الفتنة لأفرادها، فصار بعضهم يضرب رقاب بعض، والأعداء مسروقون مختبقون، ولما جرت الفتنة أيام الصحابة رضي الله عنهم اجتنب أكثرهم، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من رؤوس الناس وسادة المهاجرين، وعزم عليه ابنه أن يشارك الناس ما هم فيه، فقال رضي الله عنه: أي بني، أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ لا والله، حتى أعطى سيفا إن ضربت فيه مؤمنا نبى عنه، وإن ضربت فيه كافرا قتله. رواه أحمد. وكتب رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما: ألفتم إلي بالعلم كله، فكتب إليه ابن عمر: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف لسانك عن أراضيهم، لازما لأمر جماعتي فافعل والسلام. إنما يضر به المسلمون من ضعف وهوان ومن تسلط الأعداء عليهم بالفتن والحروب. قد أرقص دماء المسلمين، واعتاد الناس على مناظر القتل يوميا بأبشع الصور وأعظم التشفي، وهذا يهون وضع القتل في قلوب الناس حتى يألفوه، ويصبح البشر مجرد أرقام يذبحون كما تذبح الأنعام. وإذا سيطر هذا الفكر على أذهان الناس مع اجتهاد الأعداء في التحريك بينهم، صار استحلال الدماء المعصومة أهون ما يكون، وبأفضل التأويلات والتعليلات الدامية، وصارت كل طائفة من الناس تحتكم الحق لها وتزعم أن غيرها على ضلال، فتستبيح دماء غيرها. وهذا هو الهرج الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن وقوعه في آخر الزمان. وتضرب الحيرة عقول العملاء فلا يدرون ماذا يفعلون وإلى من يصيرون، حتى يطوف الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وذلك من شدة الفتنة والبلاء، والدنيا بأفراحها وأحسانها تزول، والعبد بجاهه وأمواله ومكاسبه عنها يزول، ولا يبقى للعبد إلا ما قدم من عمل صالح، فحذار أن يتلف عمله بقول أو بفتنة عمياء تعرق حسناته وتحمله أوزاره
وتحمله أوزارا لا قبل له بها، والنهض بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تبادلوا ولا تباغضوا ولا تتباغضوا ولا يدع بعضكم على بيع بعض. وقولوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه الشيخان واللفظ لمسلم، واللفظ لمسلم. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدا به بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المسلمون من جده وإنسه. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك ورسولك محمد، وصل لهم على أرباب الطلباء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معه بعفوك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد بالمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصره في كل مكان، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم فرج همهم، اللهم اشف كربهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم ارفع على قلوبهم، اللهم ارفعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انهم مظلومون فانصرهم، اللهم لا ناصر لهم الا انت، اللهم كن عونا ونصيرا لهم، اللهم ايدهم بتاييدك، اللهم انصر لهم ولا تنكر عليهم، اللهم انهم ضعفاء فقويهم، اللهم انهم فقراء فاطعمهم، اللهم انهم عراس فاكثر يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعذاب وقنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، والموت راحه لنا من كل شر. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الذي يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم.